كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن تفاصيل تطبيق الآلية الجديدة لاستخدام العمالة من الخارج، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 9 من الشهر الجاري بعد توقف إصدار تصاريح العمل منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. وكان سعادة السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة قد بيّن أن طرح الآلية الجديدة جاء بناء على قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا في الوقت عينه على أن تنفيذ هذه الآلية يعتمد على استمرار هيئة تنظيم سوق العمل في نشر إعلانات الوظائف الشاغرة داخل مطبوعات الصحف المحلية بشكل يومي ولمدة أسبوع كامل، حتى يتاح لجميع الباحثين عن العمل من المواطنين والعمالات المتوفرة في السوق المحلي الاطلاع عليها والتقدم إليها.